حدث هنا عندنا في عمان قبل 3 أشهر من الآن، انتشر مقطع صوتي لشاب تجرى عنده مقابلة يحيي إحدى القنوات الإذاعية، وعن نفس الموضوع، عن الحقوق المثليين جنسيا وين؟ في عمان. سمعتم أليس كذلك؟ مجموعة منكم سمع هذا المقطع. إذن الجماعة يشتغلون، طبعا حكومتنا الرشيدة جزاها الله خير أوقفت وعقبت هذه الإذاعة التي قامت بهذا اللقاء. جميل، نحن الآن عندنا سلطة جالسة تعمل ليل نهار من أجل محاربتنا في المقاصد الخمسة التي جاء بها الإسلام. فيا ترى ما هو دورها؟ أيها الإخوة، قبل سنة من الآن كنت أقرأ إحصائية لعدلة الشيطان. الله سبحانه وتعالى قال لا تعبدوا الشيطان، لا، الشيطان أمرهم فعبدوه، وليس في المجتمعات الغربية حيث النصارى والإلحاد، بل هنا معنا في عمان وفي دول الخليج والدول العربية. كيف استطاع هؤلاء أن يغزوا شبابنا وأن يقوموا بتغيير أفكارهم ومعتقداتهم ويعبدوا الشيطان ويغيروا من هيئاتهم وملابسهم وأجسادهم ويغيروا جنسهم من ذكر إلى أنثى والعكس؟ كيف؟ أيها الإخوة، قبل سنة من الآن فيما أخبرتكم أقرأت إحصائية لفقط مواقع اليوتيوب التي يمتلكها هؤلاء عبدة الشيطان، فقط في تلك السنة أنشئ 36,000 موقع في اليوتيوب، 36,000 قناة. من أجل ماذا؟ من أجل إبلاغ الناس يا ناس اعبدوا الشيطان، اتركوا عبادة الله واعبدوا الشيطان. كثير من الناس يتبادر إلى ذلك، لن يستجيب لهم أحد. ولكن تذكرون السنة قبل الماضية عندما انتشرت عبادة الشيطان وهؤلاء أيضا جماعة الإيمو وغيرها، وجزاهم الله خيرا في التلفزيون سلطنة عمان أقاموا من خلال برنامج سؤال الذكر 3 حلقات متخصصة في التحذير من الإيمو ومن عبادة الشيطان. طيب، هل توقف هؤلاء في غزوهم لعقولنا وعقول أبنائنا إلى هذا الحد؟ لا. أيها الإخوة، قبل سنة اتصل بي أحد المشايخ مكتب الإفتاء وذهبت إليه، وإذا بي أجد شاب في مقتبل عمره في مؤسسة من المؤسسات الحكومية. هذا الشيطان، هذا الإنسان ابتعد عن دينه نهائيا نهائيا، ترك دينه. وجلس الشيخ يحاوره وأنا أستمع، ثم بعد ذلك التقيت به في بلدي، ذهبت إليه وجلسنا سوا وجلست أحاوره عدة أيام إلى أن توصلت بأن هذا الرجل ترك الإسلام واتجه إلى المذهب القادياني. طبعا المذهب القادياني بإجماع المجمع الفقهي الإسلامي بأنه ليس مذهبا إسلاميا. لماذا؟ وإذا بأعرف النتيجة بأنه يتابع قناة فضائية، من خلال هذه القناة الفضائية تعلم منهم واتصلوا به وذهب ليبايع الخليفة في دولة أخرى، ويمدونه بالكتب ويمدونه بالمعلومات، وبدأ يؤثر على بعض المحيط الذي يعيش فيه. إذا الآن هذه السلطة الخفية بدأت تخرج أناس من بيوتنا. هذا الشخص الذي أكلمكم عنه هذا من أسرة محافظة،
الرجل الأب والأم والإخوان كلهم من الصالحين، ولكن هذا أخذ من بينهم. من أخذ هذه السلطة الخفية؟ السلطة الخفية هي الإعلام. وكيف يستطيع أن يلعب الإعلام بنا؟ ومن هو المتسلط على هذه السلطة الخفية؟ من يديرها؟ أرجو منكم أن تقرأوا بروتوكولات صهيون التي أعدت منذ أكثر من 100 عام من الآن، سنة 1898 عندما عقد اليهود مؤتمر لهم في بازل في سويسرا بقيادة هرتزل، تحدثوا وكتبوا هذه البروتوكولات، ومن ضمنها بروتوكولات خاصة بالإعلام. هؤلاء قبل أن يكتبوا هذه العبارات خططوا تخطيطا دقيقا بحيث يمسكوا بزمام هذا الإعلام.